I can confirm that there has been one Australian who's been killed, which is terribly devastating. سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى. هذا التزام وطني. This is the elevator door, blown up. I'm gonna open the door to the house. Oh, please, oh, please, oh, please, oh, God, oh my God. بيروت عم بذكرنا بأيام الاحتيالات إنه يشبه ما حصل باليابان بهيروشيما وناكازاكي هيك هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبة هيدي نكبة وطنية Thank you.